تنطلق الأحد المقبل فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ما بين 23 وحتى 25 من أكتوبر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة التنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.